السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقه عمل واحد الملاقيه خفيفه وبسيطه، عباره على جوج ديال الحبكات كيكونوا مخالفين والمنظر ديالهم زوين. المهم بالنسبه للناس اللي كيسولوني علاش كتخدمي بالحرير المبروم ودابا مثلا في هذا الفيديو هذا خدامه بالحرير العادي، هاد الحرير فقط لغرض التصوير، اما الخدمه اللي تنخدمها فاكيد كنخدمها بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. بالنسبه للناس اللي باغين يجربوا انهم يديروا الراندا بالحرير المبروم ومازال متخوفين، ما فيها باس الانسان يجرب، الحياه عباره على تجارب. المهم واحد غادي يجرب وانتم غادي تشوفوا الفرق اللي ما بين هاد الحرير هذا والحرير المبروم، وانا متاكده باللي النتيجه غادا تعجبكم 100%، خاصه ان الحرير المبروم اكثر حاجه زوينه فيه انه ما تيتشنتفش مع الوقت ولا مع الصبان، وكذلك حتى الطرز والبريد ديالو كيجي رائع جدا وسهل جدا، خاصه البريد فاش كتخدميه بالحرير المبروم كيكون اسهل من الحرير العادي. المهم كنتمنى انكم تجربوا الراندا بالحرير المبروم وتكتبوا لي في التعاليق الراي ديالكم فيها. المهم بالنسبه لي انا شخصيا فالحرير المبروم النتيجه ديالو رائعه جدا، لا في الراندا ولا حتى في الكروشي. الناس اللي باغين يعرفوا كيفاش يبرموه، فالبريم ديالو بحالو بحال هذا الحرير العادي، غادا ديري 3 شعرات وغتبرميهم عادي جدا، واخا هو مبروم ولكن يفضل انك تبرميه واحد شويه باش يولي بحال هذا تقريبا عادي، يعني غير باش يعاونك في الخدمه، اما راه هو اصلا مبروم يعني ما غادي يوقع ليه حتى شي حاجه. المهم كيف ما كتلاحظوا معايا الان خدمت 4 ديال الغرزات، هذه هي الغرزه الرابعه اللي غادي نثبتها الان في الثوب. المهم هالطلعه هذه راها بسيطه وسهله وديما كنديروها في اي ملاقيه. لاحظوا معايا الان نرجع الخيط لفوق وغادي نتجاوز اول غرزه وغنخدم فوق ثاني غرزه، فغادي ندير اول، هذه هي العوينه الاولى اللي خدمناها دابا. لاحظوا معايا الان غادي نتجاوز ثالث غرزه وغنخدم في رابع غرزه باش تعطيني هاد العوينه هذه اللي الحجم ديالها كبير ونقدر نخدم عليها من بعد. اما الان فغادي نثبت الخيط في الثوب غادي نهبط الخيط للاسفل ونرجع نعمر هاد الفراغات هادو، طبيعة الحال كنعمرهم بنفس الاعداد، واحد في نفس هذاك الفراغ كنرجع وكندير ثاني غرزه، نرجع نهبط الخيط لتحت ونمشي للفراغ الثاني او لهذيك العوينه الثانيه وغادي ندير فيها ثالث غرزه ونرجع فيها مره اخرى ونخدم رابع غرزه. الان غادي نمشي نخدم في الثوب، نجر الخيط بهذا الشكل ودابا غادي نطلعوا الخيط لفوق لان هادو غير غرازي عاديين، غادي نرجع نعمر فوق اول غرزه، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ودابا غادي نخدم في الثوب. هنا لاحظوا معايا شحال من مره، يعني في كل طلعه وهبطه لاحظوا شحال من، حسبوا معايا شحال من وحده باش تقدروا تعرفوا امتى غادي تبداو، واحد اثنان ثلاثة واربعة. الان غادي نخدم في الثوب وغادي نرجع نهبط، فكيف ما كتلاحظوا معايا الخيط الفوق وغادي نرجع نخدم اول غرزه وهذه ثاني غرزه والان هذه الثالثه وهذه الرابعه. المهم انا هنا شويه زربت لان هادو غير غرز عاديين. المهم دابا رجعنا خدمنا هذه في الثوب ودابا غادي نبداو اهم حاجه اللي هي الحبكه اللي غادا تكون مخالفه. فلاحظوا معايا مزيان غادي نمشي مباشره من بعد ما كملت هاد الربعه ديال الغرازي
غادي نمشي نخدم نرجع بعد الخيط بهذا الشكل باش يعطيني حبكة ماشي غرزة. المهم غادي نرجع نخدم في هذا الفراغ الفوقاني وغادي نهبط الإبرة بهذا الشكل ونرجع نحاول أنني نحبك مزيان. فهذه زيروها واحد شوية ونرجع كذلك ندير مرة واحدة أخرى الخيط الفوق ونخدم في نفس هذه الغرزة العوينة الفوقانية وندير تاني حبكة. الآن لاحظوا معايا مزيان، غادي نرجع الخيط الفوق بهذا الشكل وغادي نهبط لهذاك الفراغ الثاني وغادي نطلع الإبرة بهذه الطريقة. هنا حاولوا أنكم ما تزيروش الخيط بزاف، خليوا واحد شوية ديال الفراغ لأن هاد الغرزة هادي ولا هاد الحبكة هادي هي اللي غنرجعوا نخدموا فيها من بعد، فعقلوا عليها مزيان. هاد الحبكة هادي غنرجع نخدم فيها من بعد، حاولوا أنكم تذكروها معايا. المهم دابا رجعت درت الخيط على الشكل ديال الحبكه ورجعنا درنا رابع حبكه في الفراغ الثاني. الان غادي نهبط الخيط لتحت باش ندير غرزه اللي هي رابع غرزه باش نقفل هذا الشكل هذا. والان غادي نخدمو على التوب. ودابا لاحظوا معايا مزيان، هذه هي اول حبكه ما غاديش نخدم فيها وغنمشي لهذيك الثانيه اللي كنت قلت لكم عقلوا عليها، فهي هذه اللي غادي ديروا فيها غرزه. والان لاحظوا معايا مزيان غادي نمشي، فهادو ما غاديش نخدم فيهم وغادي نخدم مباشره فوق التوب. ودابا خدمنا في التوب، فهاد الغرزه هذه الغرزه الثانيه كتكون مباشره فوق التوب. ودابا غادي نرجع نعمر هاد الفراغات هادو، درت الغرزه الاولى وهذه الثانيه ودابا غنمشي للفراغ الثاني وندير الثالثه، نرجع الخيط لتحت وندير رابع غرزه. اما دابا فغادي نخدمو على التوب ونرجع نعمر، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وغادي نمشي للتوب نخدم فيه مباشرة الغرزة ديالي ونرجع. دابا غادي نرجعو نعمرو مرة واحدة أخرى، واحد ودابا اثنان ثلاثة أربعة، وغادي نرجع نخدم غرزة في التوب اللي هي هادي باش كنثبت الخدمة. ودابا نرجعو نعمرو، واحد اثنان ثلاثة أربعة. ودابا نمشي نخدم، غادي نحيد هاد الخيط هذا لأنه صافي الحجم ديالو ولا صغير ونبدلوه ونديرو خيط آخر. فكيف ما كتلاحظوا معايا دابا جبت خيط جديد، هاد الحرير هذا مبروم على ثلاثة ديال الشعرات. حتى الناس اللي باغين يخدموا بالحرير المبروم كذلك ديروه غير على ثلاثة ديال الشعرات باش تجيكم الخدمه متقونه وزوينه. اللي بانت ليها الخدمه الحجم ديالها صغير ديروا على أربعة شعرات، المهم انا ثلاثة كتجيني مزيانه. الان غادي نرجع نحبك في هذيك في الفراغ الفوقاني، هذه اول حبكه. ودابا غادي نرجع الخيط الفوق ونمشي لنفس الفراغ وندير الحبكة الثانية. ودابا نرجع كذلك الخيط الفوق ونهبط لهذيك الفتحة ولا هذيك العوينة التحتانية وندير فيها الحبكة الثالثة. هاد الحبكة الثالثة هي اللي كيف ما قلت لكم عقلوا عليها مزيان، هي اللي ترجعوا نخدموا عليها من بعد. ودابا غنرجع نحبك فيها مرة واحدة أخرى، فغادي ندير رابع حبكة. والآن غادي نمشي مباشرة لهذيك الغرزة الأخرانية اللي هي الرابعة وغادي ندير فيها غرزة واحدة فقط. والآن غادي نرجعو نثبتو الخدمة ديالنا في التوب وغادي نبداو. لاحظوا معايا مزيان، فغادي نتجاوز هاد الحبكة الأولى ولا وغادي نمشي لهادي الثانية. لاحظوا معايا وغادي نجر الخيط بهذا الشكل.
فهذه اول غرزة، ودابا غادي نهبط مباشرة نخدم في التوب، ودابا غادي نمشي نخدم نيشان في التوب كيف ما قلت لكم. هنا لا داعي انكم تبقاو تحسبوا، غتهبطوا نيشان للتوب وديروا غرزة وحدة، وحاولوا انكم تزيروا شوية باش تبقى غادا عندكم الخدمة مقادة. المهم انا زدت خدمت واحد شوية غير باش الخدمة تولي باينة. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للناس اللي كيسولوا فيا وكيسولوا على الغياب ديالي. المهم الناس اللي تعجبهم الكروشي فممكن انكم تدخلوا القناة ديالي الثانية، فيها الكروشي، فيها المهم كنحاول انني مرة ندير شي خدمة اللي تكون جديدة. شكرا لكم كاملين، شكرا لكل شخص شاف هذا الفيديو هذا، شكرا للدعم ديالكم، التعاليق ديالكم زوين.